السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر في نشر مزيد من الفيديوهات إن شاء الله. من فضلك فعل الجرس ليصلك كل جديد. من قناة عصافير الجنة الأطفال نقدم لكم علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم الحلقة الرابعة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تكن من خانك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا شرب أحدكم فلا يتنفس في الإناء. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: السواك مرضاة مطهرة للفم مرضاة للرب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ قل هو الله أحد فقد قرأ ثلث القرآن. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثر الدعاء. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفشوا السلام بينكم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله قال: إذا ابتليت عبدي بحبيبتيه فصبر عوضته منهما الجنة يريد عينيه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تصحب الملائكة رفقة فيها كلب أو جرس. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تصحب الملائكة رفقة فيها كلب أو جرس.